مكتبي بارك الله. اصلا عملنا البرنامج جديد ولانه اليوم اصلا عيد احنا قررنا نغير. الضيف هو الذي يقدم المذيع. لذلك رحبوا معي بالمذيع اسعد الكامل. انا اسعد الكامل. اصلا يعني جا المذيع. مزاحمة كل شيء مزاحمة يا سعد. يعني أنا قصدي يعني قد البترول اللي تزاحم عليه والغاز مزاحمة وحتى التقديم هو عشان نخلق روح المساعدة والتكاتف. يعني أنا هذا المقصود يعني ايه. مش إنك طمعان بالبرنامج. لا أبدا عيب. أنا قصدي إذا أنت تعب ممكن أقدم. إذا أنا تعب. إذا أنت تعب. أنا مش تعب. أنت تعب الآن؟ لا طيب. يعني إذا شكرا. أقصد متأكد تمام يعني. شيماء لما نرجع. شكرا لأسعد الكامل. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير مشاهدي السعيد أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم إلى أولى حلقات البرنامج الكوميدي اضحك مع الأيام. ورحب بالجمهور الحاضر معنا. أهلا وسهلا. ايضا ارحب بضيف شرف هذه الحلقه من اضحك مع الايام الفنان النجم كمال طماح. هلا كمال. اضحك مع الايام فقرات هذا البرنامج ستكون مرتكزه بشكل اساسي على فن الستاند اب كوميدي. هذا الفن فن الستاند اب كوميدي ظهر اواخر القرن الثامن عشر في بريطانيا ومن الفنون المشهوره جدا في امريكا. اواخر 2015 بيظهر على شاشه السعيده إن شاء الله يكون مشهور في اليمن أيضا. مشاهدين الكرام فن الستاند أب كوميدي يقدمه مجموعة من الشباب بشكل جديد أمام الجمهور. يقدموا هذا الفن لمناقشة ظواهر وعادات وتقاليد موجودة داخل المجتمع يسلط الضوء عليها من خلال فن الستاند أب كوميدي. من يقدم هذا الفن فن الستاند أب كوميدي هم ربما قد يكونوا موجودين داخل المجتمع موجودين بيننا موجودين في حاراتنا في مدارسنا في جامعاتنا أصدقاء لنا ربما في اللهجة المحلية. يعني هم معروفين بموضوع الزباج الفره الورش المضحك المنكد يعني أسماء متعددة. بس مش شرط أنه يكون كل شخص يمتلك هذه الموهبة يكون قادر على تقديم فن الستاند أب كوميدي. السعيدة يحسب لها أول من ستقدم هذا الفن على الشاشة يمنية. أتمنى لكم قضاء وقت ممتع والاستمتاع بما سيقدمه نجوم هذا البرنامج. طبعا الستاند أب كوميدي يعتمد على الحركة والارتجال وسرعة البديهة والفطنة لدى من يقدم هذا الفن. من يقدم الستاند أب كوميدي أيضا يحرص على أن يضحك الجمهور لا أن يضحك الجمهور عليه وعلى ما يقدمه. هناك ترابط في الأفكار في المواضيع التي يقدمها. لن أطيل في الكلام. أتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع ما سيقدم في فقرات اضحك مع الأيام في هذا البرنامج على شاشة السعيدة مع نجوم هذا البرنامج. أسعد الكامل طبعا واحد من هؤلاء النجوم الذين سيكونوا معنا في فقرات عديدة ومختلفة. رحبوا معي مشاهدينا والجمهور الحاضر بأول فقرة من اضحك مع الأيام مع أول نجم في أول فقرة في هذا البرنامج أسعد الكامل. مش المفروض أن يصفقوه يعني؟ قد صفقوا لك أول. ها يعني مقابة ها؟ حاسب أنك مقدم. لا يعني لو سمحت يعني عشان أمي في الموضوع أمي بتشوفني إذا الحين فالمفروض أنهم يصفقوه يعني. طيب علشان أمو يا جمهور صفقوا له. لا لا ما مش بالحين لما أخرج أرجع. الكامل. الكامل. بالفصحى. تمام. الكامل والناقص. تمام. قد كمل الناقص خلاص. باقي معنا كامل. طيب نعيد الترحيب بضيف أول حلقة ومن سيقدم أول فقرة في اضحك مع الأيام أسعد الكامل. طابت يعني بس باقي معي حاجة هذا عشان أمي ها عشان أبي عشان طاعة الوالدة ما ينفعش أطيع واحد واحد له. طيب الله يحفظك. زيدوا له تصفيقة. أربعة أربعة حتصفق لك ياهم. معك أربع تصفيقات. طيب سعد أنت أول فقرة بتكون معك عن إيش بيكون الموضوع إيش اللي بتقدمه؟ الموضوع على مراحل يمر بها الشخص اليمني يعني أحيانا من يعني مثلا من طفولته لما يصبح كبير يعني هذا هو حول الموضوع يعني.
طيب أتمنى لكم الاستمتاع بما سيقدمه أسعد الكامل في أول فقرة في أول حلقة من نضحك مع عليه. موفق. شكرا. أنا طمع شوية يعني. الله يقدرني وأضحككم. أولا الشخص اليمني أو الطفل اليمني أو الإنسان اليمني مختلف تماما عن الأشخاص في العالم. يعني أقرب تعريف له أنه يعيش مثل ماوكلي بس بدون غابة وحيوانات، بالرغم أنه في كلاب موجودة في الحارة لكن مش مثل تايجر والشلة الفاسدة حق ماوكلي. الشخص اليمني بتلاحظه مختلف من أول مراحل حياته. مثلا نجي للولادة. الولادة في الخارج بكل بساطة لما يولد المولود الدكتور عشان إذا في حاجة تعيق الطفل من التنفس من الأنف والفم يقوم مسوي خفعة في الظهر، حسنا إياها، يقوم مسوي له خفعة في الظهر. لكن عندنا تكاترة في اليمن ما مقصودهم رجالة، أول ما يولد الولد لدرجة أنك تقدر تسأل واحد هذا اليوم تقول له ما لك كان بوجعك، يقول يا أخي والله أنا، يقول إيش بتحس؟ يقول المعدة، هذا المعدة. ذلك نرجع لسبب أنه الدكتور أول ولادة له. هذه بتحصل عندنا في الولادات. بعد الولادات أنه في حاجة ضرورية الذي ما نعرف إيش إحنا، أنه أول رضاعة على الطفل بتكون هي أساس الغذاء له، صح ولا لا؟ لكن هذا إذا كانت المرأة متغذية سليم يعني وكانت تغذيتها جيدة أثناء الحمل. لكن للأسف بعض يعني ما نقولش الكل ولا يعني نسبة بسيطة من النساء بيخزنين أيام الحمل. لذلك الطفل اليمني أول ما يولد يشوف صدر أمه مش جاوع، بيدور يفسخ. طوالي معنا عادة وتقاليد أثناء الولادة، معنا المر والبخور ومش عارف إيش. أول ما يدخل الطفل يحس إنه كانت مكافحة الشغب كانت موجودة في البيت. افتحوا الطيقان شوية عشان الولد يتنفس، ما عيبرد يبرد ولا يطفح، الله يهديش. المشكلة الأم مسكينة ما تغذيتها مش سليمة يعني، فبينقطع عليها الحليب. الولد بيبكي جوع جاوع وهي مسكينة مش دارية ليش بيبكي، يعني منتظرة بالله عليكم منتظرة دودي الأميبيا يطلع لعندها يقول لها اتقي الله أكلي الولد معدته فاضية لدرجة أن الجن قطع يسكنوها، ولا فهمت. يرجعوا يكتشفوا أنه ما بيدرش حليب، يقوم الأب يصير يدوله حليب صناعي. يا أستاذ ما قد رضعش أكثر من 3 أشهر، عادي كلهم بيشربوا أهم شيء حليب. تمام، يشرب الولد ما قدش متقبل للحليب هذاك، بطنه توجعه. الطبيب الخاص للأطفال عجوزة مسنة دي تمسد له تنغله يطفح بكاء وترجع، لا ما قدو خلاص تعب ما عاد بقدرش يبكي، تقول ذا حين مسكين عيرقد وعيقوم هو بخير. تمام عيقوم هو بخير يا حجة، قد أصلا قد عيرقد من التعب وقد من الموت. وهذه الجملة دائما ما تكرر عندنا، إذا راسك بوجعك قل له ارقد وعاد قوم أنت بخير، بطنك توجعك ارقد وعاد قوم أنت بخير. يعني إحنا زي التلفونات لا علق طفي وسرجي. في الخارج في المستشفيات حقهم مراعاة، مثلا في اليابان مراعاة للأمراض كلمة فور يعني رقم 4، ما فيش عندهم غرفة في المستشفى برقم 4 لأن نطقها يشابه نطق كلمة الموت في لغتهم. طال عندنا المستشفى اقرأ انعاش، باقي يضيفوا جنبها بس حلقة الدقني، انعاش حلقة الدقني يعني انت داخل تموت، حسبنا الله ونعم الوكيل. نرجع لموضوع الطفل، بعد ما يغيروا له الحليب الاب بيشوف ان الميزانية بتدهور، الحليب غالي يعني يرجع يقول للمرء افطمي، هاي ما قد لي الله سنة كيف تفطمها، عادي كلهم بيعيشوا أهم شيء حاجة تشبع. الأم مسكينة من حنجها خلاص استسلمت للأمر الواقع، تقوم تشيل الكوسة والبامية والبطاطا والبيضة وزبادي وتخلطهم كلهم في طاسة وتشيل الملعقة وبق لا داخل، وتقول يوم مال الطراش مال الطراش، جاوبها دود الأميبيا من داخل أحمد الله من طراش حمد يا الله ما بيش معزة تستحمل هذا الخلطة تقى الله.
لدرجة انك لو تصير تفعل كشافة تلفزيون لمعدات الطفل هتلقى دودة الاميبيا محوشات عند الاكلة هذه، وكل واحد بيقول للثاني اكل، قال اكل انت، انا اكل، قال اكل انت، ما لك الحمد لله راجع. رجعوا يضطروا دودة الاميبيا لانهم يعني شلة كبيرة في المعدة حق الطفل، يجيبوا دودي بالهارسية كان محبوس في الامعاء الدقيقة، يدول عنده يجربوا على يعني التجربة تكون عليه. كل قال له كل مسكين ياكلوه يموت. زين دودة الاميبيا يسمع بالخبر وانه في خطر يقول له احجزوا لي على اول قطار نازل للبيارة خلاص. يجي هذاك الدود اللي صيح احمد يلا خلاص يده ياخذ ملابسه، شوفوا انا قدو خارجي خلاص رايح له، يلحق دودي صاحبه ما تصير انا اصير بالله عليك يعني اود الموضوع في البدايه، يقول يا رجال بتشوف ايش بياكلوه على موت كلنا، يقول لا لا الام عادي في البدايه مش عارفه ايش تاكله يعني الموضوع يتحسن، لا 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 يقولوا لا 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 الموضوع فيه سهل كلنا نتزحلق ما فيش فايده خلاص حنمشي يعني. طبعا الطفل يكبر اكيد ما يجلس على هذا السن، الحمد لله يعدي هذه المرحلة على ما يرام، يوصل إلى عمر 7-6 سنين يخرج طفل، يخرج في الخارج معهم جنب كل بيت حديقة يعني ممكن يلعب فيها، إذا تأخر نص ساعة طوالي طوالي نص ساعة الولد فينه، يتصلوا للشرطة يخلوها محلقة، الأم جالسة تبكي هركالة ببي راضيها لحظة خلاص هي نص ساعة الآن بيجي، وإذا جاء تشوفهم بالسلو موشن ديدي وبيبي والدموع كذا بتطير زي يعني شلالات، ويحضنوا وتشوفهم الكل حتى الشرطي هركان قال الحمد لله الولد رجع، تعال عندنا الابن يجلس 3 ساعات يا ابن مغرب عشاء يرجع 9، الابن قدو عارف ايش الذي بيلاقيه من مصير اول ما يدخل البيت، يقوم مجمع لك 800,000 عذر، اول ما يفتتح الباب يشوف ابوه قدامه زي الديناصور فعلي أين كنت؟ كل الأفكار تطير ولا عاد في فكرة ولا عاد في يد، أنا لا أنا بكلم نفسي صح باع ملطم خماسية الأبعاد، الابن يقول إيه، يقول له أنا مش قلت لك إنك ما تخرجش إلا باستئذان وإذا أنا مش موجود أمك تكلمها، يقول طيب أنا كنت تتكلم بدون إذني برا ما تتكلم إلا لما أذن لك، وتقوم تشل القلم ترسم لي على الجدار شجر وبقر بتصدق ننسي عجران شخبط على الحيطة ليش تشل يوم ثاني ممكن ترسم لي في بيوت الناس ساكت با الولد يقول انت قلت لي لا تحاك اجل بتبكي ما يبكي الا البنت وقعنا جاطة، يقول لك ليش مو ذكي في الفصل يمكن بالاكل فول، لا يا رجال ناظروا لكم على الفول، قلت لك اقتل الولد عشان تاخر. في الخارج يقول لك إذا الولد في المدرسة رسم صورة حزينة ولا ما شابه يجيبوا طبيب نفساني ويستدعوا أولياء الأمور يقولوا له إيش في الولد ليش الولد برسم حزين، عندنا الولد في هذا السن قد يحلم الحرب العالمية الثانية وبرسم عرض الماسة الجمجمة والعظمتين ورشاش ودبابة، شوية يقوم يتكلم مثل هتلر، ويجي له الأستاذ يقول له اطلع ارسم يا حبيبي شجرة، شجرة إيش الولد فيه انهيار عصبي يا جماعة، يقول لك شجرة ما شاء الله السلامة، وكل واحد يربي ولده ساعة الناس، شكرا لكم. حلو سعد شكرا لك، كنت رائع في أول فقرة لك في يضحك مع الأيام. لما كنت طفل أنت سعد إيش كان الوجبة اللي تأكلها؟ الوجبة ما كان صغير مني كنت أكلها أي حاجة. لا أقصد الخلطة اللي كانت تعملها الوالدة. الخلطة ما أذكرش هذيك الأيام. ما أذكر. لا ما أذكرش، ليش أنت تذكر إيش كانوا يأكلوا؟ ما غير الخلطة اللي كنت أقولها أنت. هلا ما مش هو أنا بحكي عن نفسي الله يحفظك، أنا جلست مع أخوك فقال لي كل هذا الموضوع.
باسم داري يقول لك اللي يكون فيه ديدان يبان انه يكون ضعيف يعني. لا انت اصلا اتفقت انت وياي يوم لك ويوم لي. طيب يا سعد، اذا تكلمنا عن الستاند اب كوميدي، ايش مفهومك انت للستاند اب كوميدي؟ الستاند اب كوميدي هو يناقش مثل هذه القضايا اللي تكلمنا عليها بطريقه ساخره وكوميديا، لانه يقول لك الكوميديا هي تكون دائما قريبه الى قلوب الناس. وممكن ان احنا نعالج القضيه يعني بشيء يضحك، بلا ما اجي اقول لك يا اخي ربي ولدك زي الناس، خليني اجي اقولها لك بلطف، ممكن تضحك، ممكن ترجع تغير هذا الشيء الموجود السلبي. ومش ضروري انه يكون في اطفال او عائله، في جميع المواضيع يعني. طيب اللي يقدم فن الستاند اب كوميدي ايش يسموه؟ يسموه ستاند اب، ستاند اب، ها قصدك فكاهي ولا مضحك ولا أيوه؟ لا هو ما له اسمه، هو يسمى ستاند اب كوميدي. هذا اللي انا عرفته. طبعا احنا من اوائل اللي مقدمين ستاند اب كوميدي في الجمهوريه الحمد لله، ولاقى صدى كبير بين الناس، لذلك انا ما قد سمعت انه يقول لك تعال نشتيك في ستاند اب مضحك، ما مش مهم ستاند اب زباج ما تنفعش. طيب كوميدي. اي واحد عنده روح نكته ومضحك ينفع يكون ستاند اب كوميدي؟ ممكن، بس يعني يدرب نفسه شوي، يعرف ايش معنى ستاند اب كوميدي، كيف الوقفه، واكيد بيطلع. اهم شيء انه يكون له الجراه وحاجز الخجل. ايش اهم العناصر اللي لازم تكون متوفره باللي يقدم فن الستاند اب كوميدي؟ يكون مثلي يجي يسألني. يكون واثق من نفسه، انه ما ينتظرش، مش انه المهم في ستاند اب كوميدي انه هو يضحك الجمهور، المهم انه هو يبتسم، يعني يروين اسنانك. لا يعني لا نصعبهاش ولا نخليها سهله، الامر طبيعي يعني. اشوفك فقره ثانيه اسعد، شكرا لك حبيبي اسلام. شكرا لاسعد، اذا كان معنا في اول فقره في اول حلقه من يضحك مع الايام. من الفقرات الموجودة معنا في البرنامج أيضا هناك فقرات أخرى غير الستاند أب كوميدي، هناك فقرات فنية. الآن سنتوقف مع فقرة راب، سيقدم هذه الفقرة الفنان المعروف يعني في الوسط داخل البلاد بموضوع الراب، مجدي الزيادي. مجدي ميوانو. أعرف الخضوع اليمني أفتخر والعروبة أصلنا صفات الرجولة تشريف عروقنا لجل هذا الوطن احنا نفتيه بدمنا شمالي أو جنوب يا بد ما تفرق عندنا وقت الشدة يدي واحدة حتى اسأل عننا كلنا مسلمين وربهم هو ربنا ما نعرف التمايل والتماسك رمزنا كثير هنا القبائل والأخوة شعارنا أبد احنا ما نمزح صدنا أو ردنا نوصل لمرادنا في جزرنا أو مدنا هذه مال وكمال والحق يمنية هذه الجملة علينا يبنى نحن صنية واقفين من خطانا ما حد يقدر علينا احنا أصل العرور هذا الشيء ما نسينا إيمان وجمال والحكمة يمنية جملة علينا يبنى نحن صنية واقفين من خطانا ما حد يقدر علينا احنا أصل العرور هذا الشيء ما نسينا يمني بالصميم من التحدي لا ما يتعب اختبرنا في الصلابة والدهاء أبد ما نسهب بعصاب أعداءنا احنا نستمتع لما نلعب هذه اليمن وهذا هو شعبها انتبه تستهين بخيرها ورجالها رجال العزة والكرامة ما نقبل الإهانة شعب رض السعيدة أصل الحكمة والزعامة أقولها بكل أمانة للنخوة والشهامة احنا معروفين بالقوة والمتانة ميرانا ومن هنا من هذا المايك وعبر الراب لكل فرد من هذا البلد يصل لهم سلامة إيمان وجمال والحكمة يمنية هذه الجملة علينا يلا نحن صنية واقفين من خطانا ما حد يقدر علينا احنا أصل العروب هذا الشيء ما نسينا إيمان وجمال والحكمة يمنية هذه الجملة علينا يلا نحن صنية واقفين من خطانا ما حد يقدر علينا احنا أصل العروب هذا الشيء ما نسينا What do you think? This song? Not wrong. That's us. Our break too long. So
so don't play with us. Hey يا من كبير واكثر من كده كثير, كل واحد منها هو في عيني امير, حتى لو ينام في خيمة او ينام على الحصير, كبير هو في سنه ولا حتى كان صغير, لو كان حتى عامل ان شاء الله يكون مدير في الاخير, وكل واحد فينا الاسرة تسفير, يكتفون للمشاكل والثار والتآكل والافكار الخبيثة لدولتك اسير. يا مني اصيل مع الناس في التعامل والكلام والتبادل, واحد سياسي خبير ما اقصد تكون خطير, اي حد تصير اجير, العبها انت صح ركز وفهمني يا فهيم, عيون اعدائك يا اسد كن لهم شيطان رجيم, معروفين بالحسد فلا تكن لهم رحيم, قوة اجلد في الجسد لازم تكون انت اليم, لا تخاف من احد وخوف منك يا حليم. ايمان اليابان والحقه يمنيه, هذه الجمله علينا يلا نخلص النيه, واثقين من خطانا ما حد يقدر علينا, احنا اصل العروبه لهذا الشيء ما نسينا. ايمان اليابان والحقه يمنيه, هذه الجمله علينا يلا نخلص النيه, واثقين من خطانا ما حد يقدر علينا, احنا اصل العروبه لهذا الشيء ما نسينا. إذن شكرا لمجدي على هذه الفقرة اللي قدمها قبل قلة, أتمنى لكم أنكم تكونوا استمتعتم بما قدمه مجدي. فن الراب هو فن جديد ربما في الساحة اليمنية, لكن إن شاء الله يكون له مستقبل ويكون له جمهور داخل اليمن ويقدم رسائل مفيدة للمجتمع. الآن نعود لفقرات الستاند أب كوميدي. الآن سنكون مع نجم من نجوم برنامج اضحك مع الأيام, وفقرة جديدة لحسام يحيى. يا سسامي ما عند الله وعده, مالك مالك الله وعدك يا سسامي, طردني من البيت يا سسامي. لا اسف لا اسف, طردني من البيت يا سسامي. ايش مشكلتك؟ يفضلوها عليا, يفضلوها عليا. مع من مشكلتك؟ مع من اللي طردوني؟ لفحوني طردوني. مع اهلك مالك دخل؟ يا منعه سد انت هم والناس وقدم مشكلتك, واتمنى لكم تضحكوا ان شاء الله. سسامي يا شباب انا فاضح, انا بابا, انا خلاص انا قلبي ملان من المساواة هذه, ما فيش مساواة بيننا احنا وين احنا والبنات, يعني قلتكم الله. انا احكي لكم لا من طرت من البيت, انا كنت جالس انا وصاحبي فوق السيارة, وبعدين جزعان ثنتين بنات ما شاء الله, جزعان جاي شغلهن ومال حبيبي مالو, قلوا لي ايش جرى له, البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله. جزعان وهو رجع قلب وقلبت صورته وقلب. يا هاجري يا عين ما تعد شبابي, وانا اقول مالك مالك مالك, رجع اذني الاول, مالك يخبل هتكون تمام زي قاع. قال ما انا شغلت الاول كالمزاز, ما ان صورتك ما تستاهل شي, شوف حال فيكان. قلب علي ومغطى على داخل تمام, هذه مغطى. قلت عادي ما بشي, نزلت من فوق السيارة مروح الى البيت, قلت انا اش اروح البيت, طلعت باص, وانه يا جماعة الخير شوفوا ايش حصل فوق الباص. طلعت قد احنا متزاحمين, ما جالسين ساعة الشلال آكلة أربعة وراء وانا, وقعدت اثنين فيها ثلاثة عيال, وفي بنية معها كرسي أبو اثنين نفر وجالسة لحالها ما بش حد جنبها. كنت أتمنى أن أنا أجلس جنبها أكذا وافسح شوية عادي ألبها, لكن ما قدرتش, ما بالله وضروري أرجع لحالهم ونسى لحالهم. خلاص تمام لحالها تمام, جزع الباص مشي شوية شوية. البنت هذه ايش فعلت؟ خرجت 10 ريال من الشنطة حقها, فعلت بزجة طن طن على جنب, وكل الذي داخل الباص صوت واحد نفس واحد على جنب يا سواء. ما بتفهمش انت, انت وشت وشت فوق السواق, لا ما السواق جنب قد وما في جوعات, يلا هذا جنب جنب, وتنزل البنت كلهم بيبسروا لها بصورة رضية كذا طيبة, وجزعت لها. خلاص الآن جاء دوري أنا, عادم بها سواق كلهم مدعممين, خلاص ضاعت النخوة عب الشي. سكت, خرجت 10 ريال طن طن على عجم, ما حتى حركة, خرجت 20 طن طن على عجم ولا حد, خلاص على جنب يا سواق. واحد بيقول يا اخي صورتني
جنب لي هذا الجاهل هذا. نزل 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 ونزلت وبدح وفاء هكذا، وانا كنت بالكرسي الرابع ونزلوني كلهم بيبسلوا لي هكذا بعين الحقد والخيانه. والله لقطع عند راسك. ايش سويت انا؟ ايش سويت انا؟ قلتكم الله. وهذه وايش؟ ومغطنا جزعت. قال انا يعني خلاص ضايق، قلت شقطع الشارع اجيب سرعه كذا. ابصرت بنت تقطع الشارع، قديت شي تقطع. قلت والله ابشر عين. جات شي تقطع عادي، نزلت رجلها من فوق الرصيف الا والسياره وقفينا الكل، وانا كذيك رافع المسجله نسلها ولو تسمع قرعه رجلها. تين تيرين 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 تين تيرين تيرين. خلصت قطعة الشارع وأنا بنبسر وكلهم عباد الله كانوا مطمنين يبسرون قبل تقطع. المهم جاء دوري أنا، جيت أقطع الشارع. تخيلوا يعني عادي، أنا ما بيش حاجة، أبسر يمين يسار وأقطع عادي. عاد أنا جيت أقطع وأحنا رجعت قدر بنرفع لا 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 بالله. رجعت وقريت المعوذات وحشرت أشهد أن لا إله إلا الله وبحر. وعلى طول يا عم وما تسلمش من الشتم والسب اللي فوقك، حسوك انك في حرب. وهذه يا جماعة الخير ومغطناها. خلاص دخلت البقالة قلت شاكل اي حاجة احلي. دخلت وانه يا جماعة الخير ايش وصلت بهم لحد الشوكولاتات، كل اسامي الشوكولاتات باسامي بنات. قال لك زنود الست، اصابع زينب، ليندا، جالكسي جواهر. واحنا ليش ما يسمون شوكولاته باسامينا؟ ليش؟ فرضا عضله فتحي، نخرج جبران قدام محمد، ليش ما بيش؟ احنا ما معنا الا ابو ولد رافع راسنا فوق. خرجت وهذه ومغطناها. وصلت لقد انا قاعد ادخل البيت بجنب البيت انترنت. دخلت قلت شو ادخل افعل منشور كذا ارفع عن نفسي. فعلت لكم منشور، دخلت الفيس فعلت منشور من هنا. يعني لو اي واحد منكم يقرا يقول هذا الولد ما شاء الله عليه تمام. انا فعلت المنشور، ما حد دخل علق ولا حد فعل لايك ولا حد فعل حاجه ولا حد. ما بلا واحد من الحاره دخل قال لي قد هذا خبرك. بنية في جروب دخلت فعلت منشور أهبل. إيش كتبت؟ كتبت الجو بارد ودبدوب يشتط. ما مشيت إلا دقيقة واحدة يا جماعة الخير وأنا بنركز على المنشور هكذا قد أنا حاسس من الغلايب الأولى. ما مشيت إلا دقيقة وهتلاك افتح يا زمزم أبوابك نحن الخرفان، افتح واستقبل خرفانك نحن الخرفان. الله تعالي واللايكات هذا على العداد بيمشي وكلهم بيعلقوا لك مشكوره رائع جميل. واحد دخل علق لك يعني تعليق مالش دخل بالمنشور، كتب لك امين. وعاد وزد واحد قهرني، جاء دخل كتب لها تزوجيني. المشكلة أنه الذي مثله لا يجو خبلاً شوية، لأنه ممكن البنت اللي بتحاكيهم تطلع شنب، لأنه بيجي حاكيها يقول لها تقول له مالك اليوم قالب صورة بالدردشة، يقول لها والله الله المتر حقي يخرب. تقول لها عادي أنت لا شوف البلاكات حقه، شوف له هو منسم، شوف يعني سير ودي هانة بصير مدري أيش. والخبر يقول والله مدري شو عمري ما كنت داري أشي أسوي. أنا عندي قهر إنه عاد مصدق إنه بيحاكي بنية، مش داري إنه بيحاكي بنشري. تمام مشينا ما علينا من هذا الشيء، مشي ومن هذا وما غطناها. خلاص أنا ضنكت ضبحت روحت البيت. روحت البيت وصلت قد أنا ضانك. دخلت أختي باب البيت. مالك تأخرت؟ قلت أنا حر إيش دخلش؟ قالت انت اصلا حقير تافه حيوان منحط زباله. وانا قلت لها بكل هدوء كذا بحس اني ناهيه دبا ما تشوفي ما تشوفي ما تشوفي بالله ما ولا كمي قولي لي الحياه ايش مش بتسوي باختك وابي يجي يضرب ابا
أبا لي ما أنا إيش داري ليش بيضربني؟ رجع الزعان قل الحق وهو جزع قلت له ناي وانت ورجع خلاص بس جزع لي قال والله ما أجلس في البيت دقيقة برا كلهم أخذ بيقولوا لي برا وأنا من هناك لا عندكم إلى هنا أنا جيت أنا طالب بحقوق الرجل نحن نريد حقوق الرجل ولا لا شكرا لك يا حسام هذه مشكلتك هي كانت انا سمعت انك من اسره فنيه من قال لك مش انت حسام يحيى رسام ما يصدقش هذا الخبر يا عبيد حليب سرني والله يقلب علي قاعد اضرب مطرود مش ايش بعدين يضربني هاي طيب كيف لما اكتشفت انه عندك موهبه الستاند اب كوميدي والله يعني كنت هكذا بالليل المطنن جالس بين افكر فأخي دخل عندي قال لي به منشور بالفيسبوك قالوا مدري ايش وهذا به انت اذا كوميدي مدري ايش قلت له ما قال لك انه كوميدي قال لا لا انت ما شاء الله علي يعني اخي دعمني بهذا الشيء فرسلت لهم فيديو من حق قناه الفيديوهات حق المدارس ما دخلش كتبت امين على البوست ماشي ما دخلش بهذا طيب بالنسبه لك انت انه الستاند اب كوميدي على ايش يعتمد يعني ايش اهم العناصر اللي لازم تكون موجوده في اللي يقدم الستاند اب كوميدي يعتمد على الارتجال في المسرح وعدم الخجل وانه يكون عندك ايضا موهبه على اضحاك الاخرين ورسم الابتسامه له طيب هل يحصل لك مواقف محرجه وانت تقدم ستاند اب كوميدي امام ناس ايش موقف حصل لك والله مواقف تحصل بس يعني لازم انك تعداها وشكرا مثلا ايش حصل لك ما حصلش ريلي يعني حصل طيب اشكرك وان شاء الله نشوفك مره ثانيه ان شاء الله ان شاء الله شكرا لحسام يحيى اذا على الفقره اللي قدمها وتحياتنا طبعا للفنان يحيى رسام مستمرين متواصلين معكم في هذه الحلقة أيضا من فقرات البرنامج الدائمة معنا ستكون لك فقرة يشرفنا فيها في كل حلقة ضيف من ضيوف الكوميديا والفن الدراما بشكل عام ضيفي في هذه الحلقة وضيفكم وأدعوكم للترحيب به كمال طماح هيا كمال عيد مبارك كل عام وانت بخير حياك سلمك والقائم عزيز كيف امورك كيف العيد؟ والله انقدنا اشكال الحمد لله والعيد عيد العافيه في ظل هذه الاوضاع. كنت مريض ولا شيء؟ ما قال له. قلت كنت اشكال. يعني الوضع يعني بشكل عام يعتبر مرض. ايش معك لنا بالظرف هذا؟ هذا لانه شوف فن الستاند اب كوميدي له رجاله وله ناسه احنا ممثلين. يعني ممكن بخوض التجربه فذلك تغششت اذا احتجت شيء يجوز ان نفعل هكذا. لكن هم محضرين. طيب كيف انت انطباعك عن فن الستاند اب كوميدي والله فن جميل جدا انا متابع ومتابع للشباب على الفكره في اليوتيوب مبدعين ومكسرين الدنيا اي ف يعني والجميل في الموضوع انك تهدفه ما تخليش بس بمجرد اضحاك وكوميديا يعني ترفيه وفكر يعني غرس الفائده والهدف طيب فن الستاند اب كوميدي ايش اللي يميزه عن الفنون الاخرى والله يميز ما في شاذك التكاليف مثل المسرح مثل غيره يعني فن راقي خفيف ما مش خسارة يعني ما مش خسارة كل ما في الموضوع أداء الشخص نفسه طيب أنت اليوم بتقدم لنا فقرة ستاند اب كوميدي طيب وهذا الماء جهزنا لك ماء بس سامي اسمه أسعد الله يخلي روحه إنك عطاك ما هذا اللي اسعد مبدع ما شاء الله وانت كان معك دباه ممكن ما ايوه لانه حتى ما فيش ما ثلاجات فبزيت دباه يسموها مشوله علشان نحتفظ بالبدا هات الدباه حق كمان ايوه جيب الدباه بدل لو عطش لانه سعد انك طق من داخل القلص لا يعني ضروري تسوي العالم ما معي هاي شوف ازمه الكهرباء وصلت الناس يخترعوا ايش يعني نشتغل بالامكانيات البسيطه ونتحدى الظروف ونقهرها قبل حاجتها الفقره اللي بتقدمها عن ايش في مواقف يعني حصلت لي في الحياه وفي الرمسسة اليمنيه يعني الرومانسيه عندنا ما شاء الله عليها وانت عارف عن الرمسسة شعب رومانسي ما شاء الله عليه عن الرمسسة اذا اول مره لكمال ستاند اب والله ما قد جربت هذا الفن ولكن نحاول نخوضه ولكن بس اعتقد ان الشباب مبدعين المسرح لك والجمهور معك
والدباء امامك. من لك التوفيق. الله معك يا استاذ. الله يبارك في ايامك. اي اوامر؟ تسلم. طبعا وانا جاي لهنا اول موقف وانا جاي لهنا لفت نظري حاجه، القصف والقوارح هذا. يا جماعه الخير، في دول العالم اذا حصل وطياره دخلت الحدود تعلن حاله الطوارئ وصفره الانذار تطلق وانضاطات تكسر يعني تضرب، والجماعه ان يسيروا الملاجئ يختبوا في الملاجئ يتخبوا، كل واحد ينتبه لراسه، وعندنا العكس ما بالله يسمعوا الطياره والله تقرح ولا جبي، كل واحد يطلع الجبهة ويخرج تلفونه يصور. يا الله كل واحد بيتشاقر بيبسر اللي جب المهم، والنسوان في الطياره بيتشاقر هذا كل الكو. بعد ما تتم القارح يجي لك واحد بيحمل يا عزي انقع القارح وتلف المضاء، كان من يجونه كان ما عاد قال اسير صور سينها لا ابعد الحدود. هذا موقف. الموقف الثاني في قبل فتره فعلوا عباره عن مسيره عن حمل السلاح وممنوع حمل السلاح، واحد من الحضور متحمل آلي بحاضر بين الناس، والمظاهره عن حمل السلاح عدم حمل السلاح وانه منظر غير حضاري. واحد من المراسلين لفت نظره الادمي متحمل السلاح وحاضر منظر يعني الموضوع هذا فزع على جنب. اعزائي المشاهدين في كل مكان في الداخل والخارج، معنا شخص متحمل الآلي وحاضر هذا فضلني سلم اخي الكريم، ما سبب حضور؟ قال جيت لانه حمل السلاح ما يصبرش وضروري ان احنا يعني نظهر بمنظر حضاري. كم على جلسة تحمل السلاح طول عمرنا وبهذا المناسبه العظيمه طيب نفسه. طيب ازيد موقف هكذا يعني حصل لي شخصيا. طبعا انا صورت في احد المواسم الكاميرا الخفيه، فعلت مقالب وظهر في رمضان. المهم في 21 رمضان حصل لي مرض مفاجئ، اسعفوني للطوارئ. طبعا هذاك اليوم هم بيعرضوا الكاميرا الخفيه، فانا في الطوارئ والدكتور وصل لا عندي، انا بخلص بين الحياه والموت، بيتفاقدي وصل بيبسر وجهي، انت اللي بدي الكاميرا الخفيه منه حرام ما انت مريض. واخي يقول لي يا دكتور ورب الكعبه مريض على غيرين الكاميرا. يا دكتور اقسم بالله ان انا مريض، كنت اقول له اسالك بالله انا خلاص ما اشتري على غيري. المهم بعد يا شاهدين شاهدوا بعض الفحوصات تاكد وبدا يعالجني. هذا وقف من ضمن اللي حصل لي. طبعا موقف اخر تعز الله حضري المشاهدين وهو ايوه. طبعا قبل ما توصل الازمه هذا كان في تشتيت شويه علشان منع السلاح وما السلاح، فكان معي مسدس ابصرت النقطه بعيد. طبعا ابني جنبي عمر 7 سنين على نيته، بزيت المسدس وخبيته تحت الكرسي يعني من باب الذوق. لله الحمد لله بيشوفونا ويحترمونا بيمشونا كممثلين، لكن ذوقا الواحد يحترم. وصلت لعند النقطه فتح ما اعرف ان شاء الله عسكري بيفتشني، قال معك سلاح؟ قلت ما بش. ابني قال وانت سبت رحت تحت الكرسي. طبعا الله يرضى. المهم العسكري جاء الصلبات بس واحد الفندم عرفني ومشاني. هذا موقف من المواقف. موقف اخر نرجع للرمسسه صح؟ اطعم الرمسسه اليمنيه. يا الله ما شاء الله علينا في اليمن يا امان الخايفين. طبعا واحد يمني قلت له 4 سنين مسافر خارج الوطن فحب يرجع يشتيف عن مفاجاه لاهل بيته. ماشي يتصلهم ويتجهز وهذا يقع مفاجاه يتصلهم من المطار. طبعا في الطياره كان جنب اللبناني، وصل لمطار صنعاء الدولي. وصل اللبناني استقبلت الزوجه دب الورود تقبرني شو هالطلة اولاد تحياتي لك ولكل رفقاتك. المهم حببت اليمني. اليمني حس في نفسه قال انا عاد اعمل الحين اعظم منه اتصل زوجته. ايوه جاوبت زوجته ها انا قد انا في مطار صنعاء الدولي والحمد لله قد وصلت قد انا في اليمن. شلوك الجن اليوم انا معي تفرطقه خلاص انا عطيت روح لك مفتاح البيت في الحذاء تحت الخزان وتفتح وتدخل البيت جني جلوك. قالوا لنا شو سبب الطلاق اللي تشارف في الفتره الاخيره من هذه العينات. طبعا ذكرني باغنيه حين سافرت لابو بكر الله يرحم والدي فاصل اغنيه حين سافرت مغضوب. طيب من ضمن المواقف يمني اتزوج لبنانيه وتزوج يمنيه، حب يفعل هكذا جو يغير جو، بزهن للسوق للمول سار لا اشترى وتصرفوا ووصلوا للبيت. بيسالوا اللبناني ها بشريني ايش اشتريتي؟ قالت حبيبي لك تقبرني هالطله، اشتريت بجامه الي وبجامه الك فرح يا امان الخايفين. قال لي اليمني وانت ايش اشتريتي؟ قالت يووو لقيت لنا قلاص عرض الدنيا اشتريت لي قلاص وانت قلاص. شاء الله الرمز زين تمام.
من ضمن المواقف الرمسيسة واحد يمني يتزوج مصرية فهو خرج ضابح بعد أسبوع من الزواج. واحد لقي من أصحابه ما له عادك عريش بعد تزوجت مصرية ما شاء الله يعني كان كل شيء على ما يراه مصرية بس ما هو اللي ضبح بي قال ما هو قال اليوم الأول سألت لي ورق سبانخ غداء مغطى يوم ثاني فعلت لي ورق عنب وغطها يوم ثالث فعلت لي ورق ملوخية الغداء مغطها قال لي وضح ما خرجك قلت لها رجاءً اليوم ولا اشتي تفعلي شيء عاد اصير ارتعي في الوادي مخارجة صفقوا لو سمحتوا ما عاد النخرة طيب والد حبي يقول يعني لابوه فاتح في الموضوع في الاوضاع اللي احنا فيها الان يقول يا الله يرحم والدك ما شاء الله عليه قدنا كبير وقدنا حق زواجه فيعني حبيت اصالحك قال اسمع يا ولدي لو استمرت الظروف هكذا انا ناوي اطول امك مخارجه طيب اخر موقف هو موقف حصل لي واتغششت منه وهو حق الالي طبعا كنت انا باجي معامل الزملاء بحكم ان الواحد ممثل بتلقى الناس يعرفوك فامزح معاهم اوصل الله عند واحد كذا يتكلم كذا يبصرني ما لك ويرجع يضحك انا استفقه وضحك انا واوصل الله عند ثاني مثلا صاحب بقال وفعل كذا والشباب جنبي انا بين استلطف الجو ما انا اشتاري انبه ناس ما يعرفوكش اوصل الله عند واحد فوق سنتافي من منطقة من هؤلاء المبندقين والهذا ما انا اشتاري انا اتخيل من جبل جمعة جالس بي حاكي صاحبه والتلفون بعرضه انا يا مطروح وانا صرت في التلفون واحترف ابو محمد راح كذا ابو محمد سارق والله يسوي واصحابي يقول المثل ولا ابو قبل ببصر وراه سارق المهم حلقت صوبي بعد ربع ساعة اقتنع ان انا ممثل يعني الموقف هذا يعني با بعده الا العافية اشتي اشرب والاستاذ سامي يجي ينقذني تمام جادي شكرا لك كمال على ما قدمته معنا في هذه الفقرة للحين أنت متأكد أن هذه اللي كنت تتكلم عنها اللبنانية ولا سورية من حق باب الحارة لك بن عمي مش اللبنانيات ولا كيف سعد صح ما هو المطلوب يعني المطلوب أنه مش لبنانية طيب نتواصل في أقرب وقت ما في طيب ليش الموضوع الثاني ولا فلت تلفونك من يدك ليش ما هو هذا السؤال عادي مخلي له في يدي تروح فوق ال ما اشتيش انا داري من به يقدم البرنامج امشي ولا ما لا امشي حاسبك عاد انا طيب يا كمال الستاند اب كوميدي هل تعتقد انه اي فنان كوميدي يقدم كوميديا ممكن يكون ستاند اب ممكن ولكن اشتي ممارسة على ما لاحظت الآن كأول تجربة ممارسة اشتي تسلسل في الموضوع عجبني الشباب ما هو اللي يميزهم عني أنا تسلسل في الموضوع يعني حلقة متكاملة يعني مش عبارة عن نكت موضوع متسلسل ويعني يعني الممارسة مهم جدا والتحضير أيه بس أنا أخذت فكرة من الشباب بس عاد أخلي الحق لهذا لهم وهم ممتعين وأبدعوا هو يسمى أداء تمثيلي وهذا مش سهل صراحة لأنه يعتمد على روح الدعابة روح النكتة إذا متقبلكش الجمهور بيدي لك يتصب انهيار معنوي أنت وانت تقدم طلبت من الجمهور يصفقوا لك يعني ما هم مشوا علشان أتغشش ها مش إنك يعني حسيت إنها مش كيف أنت طيب تعتقد الشباب بينافسوكم مستقبلا لو مثلوا مثل مازاح لو مثلوا جدا ليش لا هو أهم نقطة في الممثل إنه يكسر حاجز الجمهور وحاجز الكاميرات هذا أهم نقطة تلقى بعض الناس تلقى زباش في المجالس لكن يجي جال الكاميرا يلبب ما لك ضحك ما ها خلاص تتصع على جم هذا عندار ليش يلبب لو هو معدوب بزيك ما يلبب ذلك أنصحكم شراء ثلاجة جديدة كيف حالك يا أخي الشعب اليمني مخترع يعني أزمة وما مش كهرباء يتصرفوا وعرض السيارة وثلجتها وبرد تشتيت شراب من أول بدهدال شكرا لك كمال عيدك مبارك والعام انت طيب شكرا لكمال طماح متواصلين معكم مشاهدينا الكرام اذا في هذه الحلقه من اضحك مع الايام مستمرين في هذه الفقرات معنا ايضا الان فقره جديده في هذا البرنامج وستكون معنا تقريبا يوميا في حلقات اضحك مع الايام وسيكون ضيف ونجم هذه الفقره الفنان ابو بكر سالم أهلا أبو بكر عيد مبارك وسنة طيبين
وإن شاء الله يعتد عليكم بصحة وسلامة وعافية وأسئلة سهلة. أبو بكر سالم الجمهور مقنان أبو بكر سالم كانوا يتوقعوا حاجة ثانية يمكن. عادي أهم شيء الاسم يعني. هو يعني متوقعين أبو بكر سالم غليظ وهذا مع الأزمة هذه أين غليظ؟ طيب أبو بكر سالم بيكون معنا بفقرة اسمها أنت تسأل وأبو بكر سالم يجيب. مجموعة من الأسئلة يقدمها الجمهور وأبو بكر بأسلوبه وسرعة البديهة الموجودة عنده يجاوب على هذه الأسئلة. إن شاء الله. نبدأ الأسئلة أبو بكر. نبدأ بسم الله. الرطبة الرطبة ورشي. طيب. أنا أصلاً مش بشكل عشوائي نختار. يقول لك أول سؤال إذا جت لك فرصة تكون بنت ليوم كامل إيش الحاجات اللي بتسويها؟ هذه فرصة. هذه فرصة هذه صنحة الرواح. أول حاجة أدفع على أشتري حبل ومربوع خشبة ساعة هذه عشان أربط الخشبة والحبل وانتحر. أين أوقع بنت؟ لا يعني أفكر في حلول ثانية. أفعل كترة الزد أرجع رجع. طيب السؤال الثاني أحرج موقف حصل لك داخل المدرسة. هذا شكلها الأستاذ أحمد وربما مواقف خيرات يعني كلها محرجة قوي. قفزت فوق السور يعني كان قد يعني فصلوني وبعدين توسط للمدير بوساطة قال لأبو بكر يعني عنده موهبة أشارك في الكوميديا ولكن احترمني يعني شوية كان تشفعني. قال خلاص أبو بكر نتوسط على مرة في وجهي قال لكن بشرط أسبوعين ما تجيش. لما سذفتهم لأني طلعت في الإذاعة قالت ترى هذا كان بيتكلموا وبنشق بالكلام الحل والشوعة. مثلا الأستاذ الرياضيات يقول سين زائد صد خلاص الامتحان حدا الواقي ما ندرى بتصرعنا اختبار مش حدا يلم به سمعت به وبعدها دقدقت الفصل لكن ما بدنا الأستاذ اسمه حسن أحد شخصيته يعني مش قوية جدا. دقدقت الفصل وجاوبني قال لي ما تشتي. قلت أستاذ حسن يقول لي ما تشتي ما بين ادخل وخرج ساعة على الفيسبوك يا حمشتي الشيء يعني. قال لي ما تشتي. قلت له قال لك المدير تدي لها الإيجار لا تفضي الفصل اليوم. مشوا أنا الحراج دخلت وبسر المدير مع اثنين موجهين آخر الفصل. أتمنى أن أقول لك الساعة آخر ظهور ما بسرش. ما عاد في العكس مش الباقي لأنه حرج قوي. نشوف سؤال ثاني. طيب يقول لك هل الإنسان كيف وليش؟ أتحداك تعرف السؤال. أول شيء هذا هو إنسان اللي كتب السؤال. هذا سعرك المحشش. هذا اللي صاحبه هذا محشش ثاني وكل محشش هذا محشين. ركبه بالمستشفى. قال له سلامة ما معك؟ والله قال له والله معنا الوالد ميت شوية. والله قال أوه الحين كيف أتفعله؟ قال والله قالوا ما بيش حل ما بلن راعي لما يتحسن ندفنه. نفس السؤال هذا. طيب سؤال يقول لك عبي لي رصيد. أيوة. هذا مز اسمعني. أنا عاد عبي له مش مشكلة بس عيجي لي غدا يقول لي عبي لي وايت بعد غدا عيجي لي الله يخليه بس. طيب الحب بالنسبة لك إيش وهل في يوم رقمت بنت؟ أنا مرة رقمت إيش اسمه السيارة حقنا جنب ركتها مش يعني لحظة لا قلت استعجلش بالفه أصلاً بس شكت برقامنا بعد أنا برمجة. طيب الأصل يعني الآيسي حقه فرغة مفصول عند الباري بعد أنا أسمر إنه على أسمر يعني يحب الشقة ما يحبش ال إلا مرة رقمت. رقمت أسعد. طيب ماذا تقول في جاكي شان؟ جاكي شان والله ما أقول فيه إلا كل خير. جعناه حق لطم ودعس إنسان محترم من البيت للمشكلة للجامع يديه للجامع حقهم. إيش السؤال غريب هذا كنه جاي ناسبهم جاكي شان بيسأل على أصله وفصله. المفروض هذا يصير يسأل هوليوود يسأل ذا يسألني أنا أجاوبه هكذا. طيب أبو بكر انتهت الأسئلة اللي معانا أشكرك وذا الحين اسمك أنت أبو بكر سالم وصلة واحدة يعني وصلة واحدة. أخوك اسمه محمد سالم مش محمد عبده
هذاك اخي من الشاشة. طيب اشكرك ابو بكر واتمنى الجمهور انهم يستمتعوا بهذه الفقرة. شكرا لك ابو بكر، نلقاك ان شاء الله في حلقة قادمة من اضحاك مع الايام. الآن نصل إلى ختام هذه الحلقة من اضحاك مع الأيام، موعدنا معكم يوميا في العيد، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، واتمنى أن تكونوا استمتعتم بما قدمنا في هذه الحلقة، وأوعدكم إن شاء الله أن الحلقة القادمة بتكون أفضل وأحسن. شكرا للجمهور الحاضر، تحية لكم، وشكرا لضيف شرف هذه الحلقة الفنان كمال طماح، نلقاكم غدا، عيد مبارك.